طبعا الاستاذ الدكتور سامي عبد العزيز، استاذ العلاقات العامه والاعلان والعميد الاسبق لكليه الاعلام جامعه القاهره، وهو طبعا غني عن التعريف، خبير في مجال الاعلان وفي مجال التسويق، وطبعا يعني مخطط لكثير من الحملات الاعلاميه اللي بتذاع على القنوات التلفزيونية المختلفة والقنوات العربية. طبعا ليه دور إعلامي ريادي وتنموي على مستوى مصر وعلى مستوى العالم العربي، بالإضافة طبعا لدوره في مجال الحياة المهنية. هو أستاذ ليه خبرة وليه باع كبير وريادة في مجال بحوث التسويق، يعني مشارك في كل أنشطة الكلية معانا، بنستمد منه دايما الطاقة والقدرة على العطاء. جميع الطلاب بجميع مراحلهم في الكلية، سواء طلاب بكالوريوس أو طلاب دراسات عليا، بيكونوا دائما متشوقين للمحاضرات والورش العمل والحلقات النقاشية اللي بيترأسها وبيعقدها دكتور سامي عبد العزيز. ليه جماهيرية واسعة وشعبية كبيرة على مستوى طلابه وعلى مستوى باحثيه وعلى مستوى الكلية كلها بكافة أجهزتها وإدارتها، من النواحي الإدارية وحتى النواحي العمال. يعني ليه شهرة كبيرة وليه محبة كبيرة في نفوسنا جميعا، وقامة إعلامية وقامة أكاديمية كبيرة جدا بنعتز بيها وبنفخر بيها، وبتعد طبعا إضافة كبيرة جدا لكلية الإعلام على مستوى مصر وعلى مستوى العالم العربي. كلنا بنحب حضرتك، كلنا بنعتز بيك، كلنا بنشرف إن حضرتك أستاذ في كلية الإعلام، وكلنا بنعتبر حضرتك نموذج يعني بنحتذي بيه، ونحب إن احنا نكون يعني مماثلين ليه إن شاء الله.